بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المفروض ان احنا النهاردة هنعرف ازاي نعمل static route بالIPv6، ازاي نعمل dynamic route بالIPv6 سواء كان على الريب او الOSBF او الERB. ماشي، اول حاجة هقصين الIP على الانترفيس، ادي R2، الانترفيس هنا فاست 0 على 0، كونفيدي انترفيس فاست 0 على 0. تمام، هقول له اي بي في 6 تمام ادرس، طبعا عنوان الشبكه هنا 2001.11 AA كولن كولن 64، هذا جلوبال. طيب واحط هنا 2، ده عنوان الانترفيس. هو معنى كده ايه؟ معنى ال 2001.11 AA كولن كولن يعني انت في عندك كام جروب هنا؟ 1 2 3، يبقى فاضل كام جروب؟ 5، دول كلهم اصفار. اوكي انتر، فاضلنا نعمل ايه بعد كده؟ نو شوت داون. بمجرد ما اعمل نو شوت داون، هو طبعا انا كده عملت اساين للجلوبال، هو برضو بيعمل اساين لللينك لوكال. انتر. اوكي، لو قلت له هنا دو شو اي بي في 6 انترفيس بريف، تعالى على فاست 0 على 0، ادي هنا عمل ايه؟ جنريت لمين؟ لللينك لوكال، وادي مين؟ الجلوبال يونيكاست ادرس. اوكي، خش على ار 1، انترفيس فاست 0 على 0، اي بي في 6 ادرس 1/64، نو شوت داون. بس خش على الانترفيس السيريال، سيريال 3 على 1، انترفيس سيريال على 1، ادي كده كوبي تاني اي بي في 6 ادرس استت 1/1، نو شوت داون. اوكي، خش على 3، انترفيس سيريال 3/1، اي بي في 6 ادرس 2، نو شوت داون. طبعا عرفنا احنا بمجرد قبل ما يضيف الاي بي على الانترفيس بيحصل ايه؟ بيحصل نيبر سوليسيتيشن ونيبر ادفرتايزمنت، مش كده؟ نيبر سوليسيتيشن، انا ببعت للجروب اللي انا معاه في السيجمنت، يا جماعه انا هاساين الاي بي ده على الانترفيس عندي، حد عنده اعتراض؟ بيرد عليه الدوبليكيت ادرس ديتكشن اللي هو الدي اي دي، يقول له لو كان يونيك ما حدش واخده، يقول له الادرس بتاعك از ايه؟ يونيك، يو كان اساين. وبعد كده بيبعت ايه؟ نيبر ادفرتايزمنت، يقول لهم خلاص يا جماعه انا ده الاي بي بتاعي دلوقتي، تقدروا تكلموني عليه. ايوه، ما هو خلي بالك هو بيأساين الموضوع من الماك، والماك ده يعني اتس يونيك. اتفضلي. سوري، يعني ماشي ماشي ماشي. بص، انت قصدك ان الانترفيس دي هنقول عليها مثلا ايه؟ بوينت تو بوينت مثلا، عادي يعني. انت ماشي، دي اكسترا يعني، اكسترا فيتشرز، اكسترا ديتيلز يعني. ممكن نكتب هنا ديسكريبشن بوينت تو بوينت، مجرد ديسكريبشن، ما فيش مشكله يعني. ممكن تعملي كده يعني. ايه؟ لا، في الريال يس، يو كان، لازم تعمله.
بس في الريال انت السيريال دي انت متصل مع سيرفيس بروفايدر فهو اللي بيعملها انت ما بتعملهاش. اوكي طيب على ار 3 يبقى احنا كده عملنا الاي بي للسيريال. تعال نعمل الاي بي للمين؟ للفاست 0 على 0. اوكي اي بي في 6 ادرس هات كده العنوان قوي بيست واحد مش كده واحد نوش هبدا فور كونفيدين انترفيس فاست 0 على 0 اي بي في 6 ادرس 2 no shutdown alright. يبقى احنا كده عملنا assign للشبكة كلها. طيب يعني من R2 هبنج هنا يرد عليا المفروض يرد علي 2 at 1 يرد عليك. اوكي بس هل لو عملت بينج من هنا لهنا هيرد عليك؟ لازم راوت. طيب تعال بقى اشوف انهي اسهل لما تعمل ديفولت راوت ولا ستاتيك راوت بالاي بي في 6 ولا بالاي بي في 4. تمام طبعا بفرض طبعا انت هنا حتى لو عامل ستاتيك راوت عشان يوصل لهنا هو محتاج يروح لمين؟ لار 1 مش كده؟ فايه المشكله ان انا اعمل هنا ديفولت راوت على ار 1 واعمل من ار 1 ستاتيك راوت للشبكه دي؟ نعمل كده نعمل كده اكزيت ار 2 ار 2 هقول له اي بي راوت اي بي في 6 راوت ها كولن كولن سلاش 0 دي ديفولت راوت. شفت الموضوع سهل ازاي؟ بدل ما 0000000 الموضوع اسهل هنا. تمام وحط النيكست هوب قدامك اي 2001 11AA1 انتر. ما احنا على R2 دلوقتي. طيب تعالى من R1 نعمل استاتيك راوت على الشبكه 3-3 دي. اي بي في 6 راوت واحط النكست هوب اللي هو 22AA2 مش كده؟ مش دي النكست هوب؟ خلاص من غير سلاش لو احط الاي بي نفسه بتاع الانترفيس. تعالى من 4 نعمل ديفولت راوت على 3 هقول له ايه بقى اي بي في 6 راوت كولن كولن سوري كولن كولن سلاش 0 مش كده ونحط النكست هوب اللي هو اللي هو مين 3-3-1 وانتر 3 بقى هعرف له الشبكة دي اللي هي 11AA IPv6 route مين النكست هوب ال 3 مش هو 22AA1 1 انتر كده انت ايه كملت الستاتيك راوت ستاتيك وديفولت كمان يبقى في الحالة دي 2 يكلم 4 يرد عليه دو بينج
برافو عليك برافو عليك الله يفتح عليك. طبعا الجزئيه دي بالنسبه للاي بي فيرجن 4 سيسكو قالت لك ان دلوقتي 99% من الناس بتستخدم الاي بي فيرجن 4، فانا هعمل اي بي الفيتشر بتاع الراوت اتس انيبلد باي ديفولت اللي هو الكوماند اي بي لا بالنسبه للاي بي راوتينج الكوماند ده اتس انيبلد باي ديفولت بالنسبه للاي بي فيرجن 4، لكن الاي بي فيرجن 6 سيسكو قالت لك ايه ان مش كل الناس بتستخدم اي بي فيرجن 6 فخلي الفيتشرز دي ديسيبلد باي ديفولت، واللي عايز يستخدم الاي بي فيرجن 6 يعمل لها ايه انيبل. يبقى هعمل الموضوع اي بي في 6 يونيكاست راوتينج، خدوا كده كوبي تعال نكرر البينج. Here we go. لو كده بيرد عليك. هل الموضوع صعب بالنسبة للستاتيك والديفولت راوت؟ مفيهوش أي بروبلم، موضوع سهل. طب تعالى كمان شوفوا لما نيبل الموضوع في الريب أو لو اس بي اف. نلغي الستاتيك والديفولت راوت اللي احنا عملناه. ازاي بقى اشتغل ريب على الاي بي فيرجن 6؟ هتلاقي الموضوع مفيش اسهل منه. انا دلوقتي مين اي انترفيس شغاله هنا على ار2 بالاي بي فيرجن 6 انترفيس فاست 0 على 0. شوف هيحصل ايه بقى. اخش على الانترفيس اقول له انترفيس فاست 0 على 0، هقول له اي بي في 6 ريب واسمي البروسيس. سميها ايه بقى؟ سميها ناصر بما انه قاعد جنبي. ناصر تمام. انيبل بس خلاص. خش على R1 انترفيس فاست 0 على 0، انسخ الكوماند كده يس على مستوى الانترفيس. نفس البروسيس. خش على الانترفيس السيريال، انترفيس سيريال 3 على 1 برضو انيبل 3، انترفيس سيريال 3 على 1 انيبل، انترفيس فاست 0 على 0 انيبل 4، انترفيس فاست 0 على 0 انيبل. نرجع تاني لR2 ونقول له دو شو اي بي في 6 راوت. بص يا سيدي ادي الشبكه 2 2 اللي هي هنا، وادي الشبكه 3 اللي هي هنا. ادي عارف مش كده تقدر تبينج ليه؟ لا بعدين يا عم انا عايز انسخ. انت مالك زعلان كده؟ هو كسل فعلا. مين يرد عليك؟ طيب انا عايزك بقى تشوف حاجه هنا في الراوتينج تيبل. عايزك تبص للاوتبوت ده. ايه اللي انت انا عايزك تلاحظ شيء معين في الـ في الـ في التيبل بتاع الراوت ده. عايز واحد كده ذو بصيرة وذو بصر ثاقب. لا
ايوه يعني ايه هو انت بتمشي ماشيه صح هذا زي البرودكاست على الاف اكس زي ما توصلش للجلوبال الا عن طريق الانجليزي برافو عليكم لاحظ ان هنا بالنسبه للشبكه البعيده اللي هي 228 دي مستخدم فيها النيكست هوب مين لينك لوك وده عشان كده احنا قلنا ان هو بيستخدم داخليا للتواصل يعني دلوقتي ار 2 عشان يطلع للشبكه دي محتاج يروح لار 1 يعني هو انا بتواصل مع اللي قدامي من خلال اللينك لوكال ادرس عشان اصل اوكي اللي على نفس اللينك ماشي يا جماعه طيب كده احنا عملنا انيبل للريب طيب تعالى نعمل انيبل للاو اس بي اف لا ما احنا عملنا اهو من غير نوشت داون ما فيش كلام ده مفيش. طيب نوتة سمري كانت في الاي بي فيرجن 4 يا تعالى نلغي يبقى انا دلوقتي كده لغيت الرب في يا جماعه ايزي تعال نشغل الاو اس بي اف برضه الموضوع يعني لا يقل بساطه عن الربين على مستوى الانترفيس يلا على ار 2 انا اوريدي على فاست زيرو على زيرو يلا اي بي في 6 او اس بي اف البروسيس نمبر 1 وبعدين هنخليها ايه خلي دي في اريا 20 دي اريا 30 دي اريا 0 ماشي ادي اريا 20 بس كده وبس كده هنا بيديني مسج بيقول لي ايه الاو اس بي اف فيرجن 3 اي بي في 6 could not pick a router id please configure it manually مهم الراوتر اي دي بما ان هو يعني عنصر اساسي في موضوع الادجيسنسي موضوع النيبورز محتاج ان انت تعمله مانوال اوكي تعال نعمله مانوال بس ده مش هتعمله بير انترفيس ده هتعمله جلوبال اكزيت هقول له ايه بقى اي بي في 6 راوتر مش ندخل جوه الاوس البروسيس طيب راوتر او اس بي اف 1 راوتر اي دي بس كده خش على ار 1 هقول له ايه اي بي في 6 لا انا على الانترفيس دلوقتي او اس بي اف 1 IPv6 process number area 0 مش كده اللينك ده في الاريا 0 لا احنا على فاست 0 على 0 فاست 0 6 OSBF 1 اريا 20 انترفيس سيريال 3 كرر الكوماند بس بدل ما هيبقى 20 دي 0 اريا 0 اللي هو الشبكه اللي هي ايه تحت دي اريا 0 محتاج ان انا احط الراوتر اي دي اي بي في 6
OSPF router router OSPF 1 router ID 1 enter. خش على 3. لاحظ ان هو عمل الادجيسنسي اهو loading to full. خش على 3 interface serial 3 على 1. اقول له IPv6 OSPF 1 area 0 interface fast 0 على 0 IP كرر لكم دي area كام؟ 30. exit IPv6 router OSPF 1 router ID 3333. okay basic. خش على 4 interface 0 على 0 IPv6 OSPF 1 area 30 exit IPv6 router router 4444 وبس كده. It is done. تعال نرجع تاني على R2 نقول له ايه بقى دو شو IPv6 راوت وبص على الجمال ادي OSPF انتر اريا راوت انتر اريا راوت اللي هو الراوت اللي جاي لك من خارج الاريا بتاعتك ادي 22 AA ده جاي من الاريا 0 33 ده جاي من الاريا 30 تمام يعني تبنج ما بنجش ليه يا عم نبنج دو بنج مين 22 خليها 33 2 اليونيكاست ما احنا عملنا اليونيكاست هنعمله 100 مره شغال اهو الف مف مالتي كاست يس معناها النول دي زي كده بلاك هول في الراوتر ايوه ايوه طيب في كده بروبلم في مشكله في الاكتيفيت الاو اس بي اف او الريب ايه اسهل من فوق موضوع سهل يحصل بالاي جر بي زي الاو اس بي اف زي الريب انت بقى اعمل الاي جر بي نفس الموضوع نفس البروسيس نفس الوصيف انت ابحثي عنه طيب يا جماعه بصوا في ميزه في فيتشر في الاي بي فيرجن 6 طبعا احنا في الاو اس بي اف كنا نقول له مثلا عشان نعرف النيبور اللي جنبي بقول له شو اي بي او اس بي اف نيبور يديك النيبور الملتحق بيه خلي بالك الفيتشرز دي في الاي بي فيرجن 6 من غير اي بروتوكولات يعني ممكن هنا على 2 بالظبط كده هو بيعرف النيبورز بتوعه هقول له شو اي بي في 6 نيبور يقول لك ادي النيبور بتاعي اللي هو متصل معايا على نفس اللينك بالجلوبال يونيكاست وباللينك لوكال بتاعه اوكي يعني هو عارف الناس اللي متصله بيه زي السي دي بي كده لا ملوش علاقه حتى لو ما فيش راوتنج شغال لو قلت له شو اي بي في 6 نيبورز هيديك النيبور اللي هو متصل بيه تمام طبعا بما ان اللينك هنا ما فيش فيها غير 2 بس فهو جايب لك ده لكن لو دي في سويتش هنا وفي ناس ثانيه متصله هيجيبهم لك كلهم طبعا ده بيساعد ان انت تعمل عمليه ماب للنتورك لو انت قاعد على الراوتر تعرف مين متصل بيك اوكي ال ايديشن 6 لما بتشتغل على الريب فيرجن 1
ما دام مفيش فيه نو تو سمري هو خلاص مفيش ريب فيرجن 1 و2 مع الاي بي في 6 اسمه الاي اسمه الريب نيكست جينيريشن ان جي خلاص اي حاجه اسمها يعني نيكست جينيريشن ده فيرجن ثاني وضع ثاني ما تجيش تقول لي ريب فيرجن 1 ولا 2 ايوه كل شيء احنا شغالين او اس بي اف دلوقتي قلت له هنا شو اي بي في 6 او اس بي اف نيبر ادي النيبر نفس اللي بيحصل في 4 وادي ده البي دي ار وده ما اعرفش الدي ار تمام شو اي بي في 6 داتابيز نفس الموضوع ما اختلفش كتير ده اللي بتاع ال اس اي فاكرين ال اس اي 1 و 2 و 3 تمام طيب يعني مفيش بس اللي هي بتتغير معاك لا الاو اس بي اف فيرجن 3 فيرجن 2 ده اللي خاص بالاي بي في 4 3 خاص بال 6 كذلك الاي جي ار بي 2 خاص بال 4 3 خاص بال 6 طيب هي فاضية اصلا عموما انت عندك في 8 و 9 و 10 في بس مش مستخدمة يعني. تمام حتى يعني انت موجودة برضو عندك 6 بس مش مستخدمة تمام المستخدمة عندك زي ما احنا شرحنا 1 2 3 و 4 و 5 و 7 طب لو قلنا يعني هي سبعة دي بتكون جاية منين؟ الله يفتح عليك. Not so stubby area. اللي هي بتخش سبعة والبي دي ار بيحولها لخمسة. طيب. اي سؤال في الموضوع ده النهاردة؟ الموضوع سهل النهاردة يعني. مفيش اي ارهاق ولا مفيش اي. يعني. ماشي. طب ايه اللي صعب في الخميس؟ ايه اللي كان صعب؟ فعلا في ناس بقى كانت في ولا بلاش عشان التسجيل يعني طيب نوقف التسجيل لغايه هنا حد عايز يسال سؤال السلام عليكم